اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه منذ عام 2013 حتى الان انتقلت الدوله من حال الى حال حيث ساد الاستقرار بعد فتره من الفوضى اضاف الرئيس السيسي انه خلال تلك السنوات تم القضاء على الارهاب رغم صعوبه الامر وجسامة التضحيات منذ عام 2013 وحتى الان انتقلنا من حال الى حال ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كانت تعصف بها الرياح خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات وبنينا أساسا تنمويا بجهود هائلة من سواعد ابناء مصر الأشداء. لم نترك قطاعًا إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة. لم نهب المسؤولية ولم نتجنبها مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم.